أنا ندد بهذه الحملة، ندد بهذه الحملة ونقول اتركوا هؤلاء الجنود يقومون بواجبهم في القتال، لا تطالبونهم بالفرار. الفرار مش من شيم الأبطال. ثم أكثر من هذا، احنا في منافسات رسمية، بلكش يلقاونا نعملوا في شيء ودي، بلكش يلقاونا نعملوا في تبادل وتعاون. احنا في مسار، وقت اللي اليوم تبدأ أنت ما تنجم تمشي لطوكيو إلا ما تتعدى بالمنافسة الفلانية والمنافسة الفلانية، وفي المسار متاعك يجي قدامك واحد من الكيان الصهيوني. عندي خيارين، يا إما نهربوا نتعاقبوا وما نحضروش في طوكيو ونفسحوا المجال واسعا للخصم، وإلا نعتبروا أنا رجل قانون هذا يعتبر القوة القاهرة. وقتاش أنت تكلموا وتقولوا تطبيع، وقت اللي لطاح لدزوه وانا جايك ايجا نتقابلوا وديا، بالله استدعاني ونستدعيك، بالله ايجا نتبادلوا التعاون الفني، بالله نتبادلوا الممرنين والمدربين، بالله. اما وقت اللي يكون في مسار اجباري اكراهي، اش معناها القوة القاهرة؟ اش معناها حالة الدفاع الشرعي حتى بالقانون؟ انا في حالة دفاع شرعي على الراية الوطنية حتى اكون موجود في هذا المحفل الكوني الالعاب الاولمبية، وإلا نقول لهم تحبون نسكروا حدودنا ونقعدوا، لكان تروا ذي حر فلسطين، اتفضلوا نسكروا